بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن أمام خاطرة سباعية جديدة من خواطر أستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليهما الله شبيب الرحمة والرضوان، عنوانها رائحة الجنة. قال: من أحبه الأخيار من عباد الله استطاع أن يشم رائحة الجنة. شو الكلام الحلو هذا؟ الكلام إلى أين يأخذنا؟ يأخذنا إلى صحبة الأخيار. العلماء دائما يدركون أثر صحبة الأخيار، لذلك يحثون عليها، وأثر الأثر السلبي لصحبة الأشرار، لذلك يحذرون منها. صحبة الأخيار، يعني لما بتصاحب الناس الطيبة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كنافخ الكير حامل المسك. حامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة. وحتى مو بس بتشتم، أنت قاعد لما بتطلع بتلاقي رائحة المسك انعكست عليك. لا إله إلا الله. تنتقل تلك الرائحة الزكية الطيبة الطاهرة إليك. نافخ الكير لا، بالعكس، نافخ الكير إما أنه يشحرك، يشحره انتبهت عليه، وريحة سيئة ومنظر سيء وريحة كريهة. يا لطيف. فدائما صحبة الأخيار فيها خير. ذلك مالك ابن دينار، اسمعوا، حكيت لكم عن أبو حازم، حكيت لكم قصته. مالك بن دينار يقول: لأن تحمل الحجارة مع الأبرار، يعني مع الأخيار، خير لك من أن تأكل الحلوى مع الأشرار. وصف جميل، شايف الكلام؟ لأن تحمل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الأشرار. سيدنا أبو الدرداء الله يرضى عنه يقول: الصحبة الصالحة، هذا صحابي مدفون في دمشق عند قلعة دمشق، الصحبة الصالحة خير من الوحدة، لأن الواحد لما يكون قاعد لحاله بجوز نفسه بحدسه بأشياء فينحرف، لكن الوحدة خير من رفيق السوء. لاحظنا الصحبة الصالحة. لما امبارح كنا الآن في المولد، وأنا زعلت من كل واحد ما أجى بصراحة، يعني واحد عم يصلي وراك طول السنة احتفال سنوي، بتلاقي وينه؟ بتلاقي مبين. فامبارح قاعدين عم تسمع كلمة من الشيخ سمير، عم تسمع تقديم طيب من الشيخ ياسر أبو كشي، عم تسمع كلمة من الشيخ أبو النصر عطار، عم تسمع ترجمة عن الشيخ رضا قهوجي مواليد 38 وتاريخ طويل، بتسمع ترجمة عن الشيخ محمد دلر من إخوتنا شيخنا الأتراب، يعني عم تسمع إنشاد، عم تسمع مديح رسول الله عليه الصلاة والسلام. صدقني، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنت شو عم تسمع؟ كله عم تتقلب وين؟ بالخير. كله عم تتقلب وين؟ بالخير. فالشيخ ماذا يقول؟ الشيخ الله يرحمه يا رب، يجعله في أعلى عليم، يجعلنا معه في أعلى عليم. قال: من أحبه الأخيار من عباد الله استطاع أن يشم رائحة الجنة. اللي بيحبوه بيقدر يشم رائحة الجنة. ليه؟ قال: لأنه الحديث: يحشر المرء مع من أحب. أنت مع مين؟ مين بتحب؟ الله يحشرك. بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا تنحشر معه. بتحب سيدنا أبو بكر، والله تنحشر معه. بيجي واحد بيكره سيدنا أبو بكر بيحكي عليه، إيه معليش، لأنه ما حتنحشر مع سيدنا أبو بكر. فلان اللي بيحكي عليه لاحظنا. فاللي بده يشم ريحة الجنة منين بده يبلش؟ من صحبة الأخيار في الدنيا. هؤلاء يوصلونه إلى الجنة. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. ما بدنا نطول عليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب